السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء أحبتي، أيها الأوفياء المخلصون، أيها الناس المتابعون اللي تحبون سيتي سكاي لاين. قبل يومين حسيت بندق يوم ما نزلت سيتي سكاي لاين، حسيت والله إني بندق يعني. اسمحوا لي يا جماعة، عاد بغير شوي جو، مرات شوية هني شوية هناك شوي بعض أمور، الواحد يعني بعد يتسلى شوي يتمزمز في الحلقات. زين، اليوم موضوعنا موضوع جامد، والله والله موضوع جامد 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 اليوم، مرة مرة حار، نار مولع اليوم، مدينة بتولع نار اليوم. صبر يعني، مش نار انها تحرقها يعني، تولع يعني انها حلقة مولعة يعني. أول شيء خلنا نوصل هني الشارع الجديد، لحظة خلنا أخبركم شو بيستوي هاي الحلقة بالضبط، بالذات هاي الحلقة. انزين ناخذ من هني لين هني عادي، إلا الحناء هذا مع الشارع، حتى الشارع أنزله سيده. هي خلنا أنزله، أظني أوكي أتوقع. أصلا مش مشروعنا اليوم، مشروعنا المدينة اللي هني، هاي مدينة سبيشال. بحاول اختصركم الموضوع واللي هو وايد صعب، لان عندي وايد افكار للمدينة. انا بخلص الحين المرحلة الاولى، بحاول اني اخلص المرحلة الاولى من المدينة، وباكم تكتبون في التعليقات انت شو اللي تبونه في المدينة وشو اللي ما تبونه. حلو، انت اكتبوا لي في التعليقات. اول شيء بسوي مكان القطار الحين، تابعوا وياي. خلنا نسوي لكم تايم لابس على الطيار حق الشوارع كالعادة، تعودنا على التايم لابس نحن، اساس اني احط القطار. قبل لا احط القطار بقولكم انا على اي اساس ابني. انا اول شيء ادور لي محطه قطارات. حلو، الحين اللي ابغاه مودرن ستايل شويه، مش هذا شيء نفس هذا ادور. لحظه خلينا نحط الشارع عشان براويكم، خلينا نحط له الشارع من هني لين هني. اوكي، اساس اني اقدر اراويكم ادور مودرن ستايل، يمكن من هذا الطراز قطار، او ترى نزلت شويه قطارات يدد، او شيء هذا القبيل، شيء حلو يكون في سكة سكتين مش وايد على الأرض أو فوق. أتشاور للحين على وايد شغلات في القطار، بس إن المهم القطار موقع راح يكون مكان هذا تقريبا، لأنه بعد ما في وايد أصلا ديزاينات أسويها، ما نزلت الكمية الخرافية، بس عندي كمية ديزاينات. لا خلنا نمد لكم الشارع براويكم أنا من شو اخترت. أنا قعدت أنزل شوي ديزاينات، عندنا هذا وعندنا هذا، وخلكم من هايل، وعندنا هذا حطيناه هناك، عندنا هذا فوق، عندنا هذا حليو، لازم على شارع غير، هذا تعرفون سويناه قبل، عندنا هذا، عندنا مجموعة تصاميم. زين، ومش عارف على اي تصميم فعليا نمشي، فخلنا اشوف شو بسوي. هل راح امشي على تصميم معين ولا شيء معين؟ مع ان اغلب هذا تصميم ناجح راح يكون. هاي التصاميم بشكل عام، هاي يمكن حق داخل المدينه، يمكن. المهم خلكم مع التايم لابس على الطاير، بس انا بيكم.
ونرجع لكم الحين. انا حطيت اول شيء باصات المدينه، يعني كباصات كبدايه، نبغى محطه باصات شوي تقدرون تقولون شغاله تكون، لان ما اعرف كم بحط باصات بحتاج. كنت بحط ثنتين او ثلاثه، بس عقب حسيت هالتصميم راح يخدمها محطه باصات واحده بس ويكون افضل. لحظه دي موي. الحين ابى خدمات عند محطة الباصات، لان محطة الباصات هاي، يعني مش محطة الباصات انا اسف، محطة القطار هاي راح تكون نوعا ما مركزية يعني بالنسبة للمدينة. راح اوصلها بعد في المحطات الثانية، لان محطة المطار راح نسوي محطة في المطار. طبعا الفكرة المدينة وايد عودة، لا تهمكم المساحة هاي، بنحاول نضغطها. ابى اسوي شغلتين عند القطار. اول شيء يبون نكمل باركن صح؟ منها باور مؤقت. شوف واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. شوف كيف ترتيبه، هي لا فنان فنان. عدل للزوايا هذا اول شيء، ثاني شيء سوى الامكان. ابى احط هذه المنطقه، شوفوا هذه المنطقه، وبسوي لها زون. قطار الحديقه لها، القطار لها حديقه زين. اوكي افا ليش؟ اوكي مرضي عنها. هاي سميها ترين، ترين بارك، حديقة الخطر. هاي بتكون حديقة عادية، مش مو بس بس لها زون. هي ان شاء الله ما تمسحها زون لانها وايد صغيرة. قول امين. لا بيمسح، ما راح يرضى بالزون هذا. انزين بحطي اول شيء مين جيت صغير، نبغى مش كبير. لحظه ايوه هذا هو باساسيه قريب. وين بنحط الباصات الحين؟ حط الباصات هني. شو بسوي؟ بحطي البوابه الرئيسيه هني، بسوي لها الشبك اساس ما حد يدخلها بشكل غير قانوني. سوي لها شبكه صغيره، ما بقى لها غير بوابه واحده، ما بقى غير بوابه واحده حق انا. هالحركه تعلموها. اوكي هاي شبكه الحديقه. شوفوا حديقه بالطول يا هي صح، نسيت اقول لكم ان هذا هني عندنا. فالحين المدينة هاي بيكون فيها انواع حدائق صغيرة، بيكون فيها وايد شغلات، وايد وايد امور بيكون فيها. انزين الحديقة هاي تحتاج ممر، بس الممر بينبني على اساس شو؟ حجم الشغلات اللي في الحديقة، فلازم ننقي شغلات صغيرة جدا. الممر شو راح يكون؟ الممر راح يكون بالطريقة هاي. زين شوفوا ان شاء الله يضبط. المشكلة بتغيير الباب تعرفون؟ مساحة صغيرة، انا باه مساحة صغيرة، ابغى مساحة طولية. أبى الحديقة هاي ما يكون فيها وايد شغلات. شوفوا انزين بسم الله الرحيم ان شاء الله. ايه بالضبط، شوفوا شارع واحد موصول لين اخر حديقة. ممكن نسوي ممشى لين اخر شيء، ما اعرف، بس هذا الهدف منه حاليا. يعني المدينة بنبدا نبنى، على فكرة بنبنيها المدينة شوي 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 شوي، حبة حبة راح نبني المدينة. ما راح نبني المدينة بشكل خاص، بخلص من القطار هذا مثلا. يوم القطار هذا فعال يمكن نحتاج قطار ثاني، بنحطه هني هني. في وايد اماكن قطارات، ما عندنا مشكله، حتى التصميم ممكن نغير شوي. لكن سوري، لكن الحين محتاجين شغلات بسيطه، نفس الحدائق. انزين الحديقه راح يكون فيها، لحظه نحط تورزم اند ليجر سيتي بارك. سيتي بارك اللي هي ولا ملاهي نحطي؟ لا ملاهي حرام، خلينا نحط سيتي بارك. وين سيتي بارك مالنا هذه؟ انزين ابي احط شغلات شوي صغيره. هذا بارك انفو بوث، هذا اكبر عن الحديقه مالنا. الله نبى جازيبو يلسه، ايوه 200 200 يلسه حق العالم هني. نبى يلسه حق العالم وين؟ هني جازيبو اللي هو ما ادري شو يسوي جازيبو، ما اعرف شغله. المهم يسوي شيء حلو يعني.
زين ونبا غازيبو اول شيء اخر شيء نبا حطي غازيبو 2 خلينا نحط واحد شويه هني ولا بنحطي اوكي شويه شوي شو عائلتين يرسين عند بعض هي يرسل غازيبو يرسل ممكن مطعم يمكن شيء انزين بنحطي لهم شيء صغير ثاني ترمبلين لا راسي هاي بني لهم الحين بس نبغى شغلات صغيره ما عندهم الصراحه ريست رومز اي خلينا نحط الريست روم في النص بالضبط تقريبا النص هاي وبارك كافيه يلا صغير يالله ما تعله تعله بس ممكن اسوي شيء ثاني لحظه اذا اسوي طريقة هاي لا ابا ايوه اوكي هو توصل بس انا ما باي توصل يعني شوف الكافيه اذا قاعد ايوه هني اللعبان شوف 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 خلينا نحول هذا هني نشيل هذا من هني لين هني شوف كافيين جنب بعض اللي هو حديقة الاقطار الحين عندنا مساحة يعني مساحة تصبركم عليها شوي ما بحشي فيها شيء انزين بنحطي لنا حيت كم في شغلات صغيرة بس ما نقدر نحطيها الحين لأن كل شيء كبير زين من ندخل الحديقة خلينا نصغر الورش ما عشان نقدر نحط سامونا أول شيء مرحبا فيكم في الحديقة بعدين نحطي ليتات ما نبغى ليتات زين ليتات من أنتوا طلبتوا الدي مود هذا وأنا مالي خاطر حتى أحط ليتات زين الحين هني نبغى شو نسوي أبا كراسي زين إيه صح سوري مال اتجاهات نسيته انا حطني مال اتجاهات اكتب لهم على الشارع واحد بس على الاقل يعرفون وين الكوفي وين انزين نبا يلسات يلسه يلستين ثلاث يلسه يلستين ثلاث يلسه يلستين ثلاث وجلسه جلستين ثلاث خلها ثلاث بعد زين بنحطي عندهم مش هالبنش لا هذا اوريدي ما ينفع نخليه في الوسط هذا عزاب ورا الشير نحطي عوايد ورومانسيين تحت الشير زين بنحطي لنا اللي هي التايلز هاي بس وين ابى احطيهم تحت الكوفيات دقيقة براويكم تسويها ما بيكون اوكي لو حطيتها صدقون الا اذا حطيته مثلا في ال وصل اللي بين هذا مثلا خلنا نشوف شكله انا اذكر حطيت مال الحديقه بس هذا يعني مش وايد مشروع ناجح فما ما بركز عليه الصراحه هنا نبا يلسه نحن يلسه هاي تتكون عن كرمت الزبايل وين هاي الزبايل خلي العالم تقدر تعق صاخبته وهي طالعة زين يلسى يلستين يلسى يلستين سوري زبالة زبالتين ثلاثة واحد اثنين حطي شوي الحين شو أيوة هذا هو الكلام حطي ورا العالم شوي ورود لحظة أوكي حطي شوي ورود أيوة يغير اللون بروحه اوتوماتيك نايس هو يعطيني لونين نايس 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 نزلت كم مترو جديد ترى تقريبا اظن بالنسبه للحديقه يعني يوني ياخذونهم لفه وايد حلو المكان شوفوا من الحين ناس تستعمل خطاره من الحين ناس تستعمل خطار شكلنا بنحتاج خطارات اكثر بس الحين لان ما بدينا في المدينه في هني شارع بدي المدينه بدي كذا يمكن هني ندق لنا قطار ثاني ونبى يخوت نبى شوي شغلات تتحرك في المدينه انزين التالي اللي بسويه ابى مترو نزلت مترو اللي هو الابل مترو المتر المفتوح ما اعرف ابى احطيه بعيد عن المكان هناك بستغل المساحه حق منو حق المطار عندنا على فكره هذا ضعيف رو مركبه هنا بس انا ما ابغى ابغى هذا خلينا نشوف شكله شوفوا
والله انه متر مضبوط. شوفوا بالله عليك انت بس طالع وشك، شوفوا شوفوا بالله عليكم، داير اقول لكم يعني يا جماعه بالله عليكم مضطر، خبروني انتوا خبروني والله، اترياكم في الكومنت بس بس المترو هذا اللي انا منزل لنا قولوا لي مضطر ما يستوي، والله انه عجيب فنان. المهم خلنا نوصل المترو في شيء، لان المترو هذا مش موصل في اي شيء حاليا. زين بنوصل للمترو. اوه ردي خط مترو هذا، تعال هذا الشارع لازم نطوفه من. اوه في خط مترو هني، نايس. هذا معناه بناخذ نقطة مترو للمدينة هاي، مدينة هاي، بنرجع مرة ثانية لين إذا بيرجعنا. من وين بيرجعنا؟ ليش؟ لا تشوف، لا درب قريب قريب، أوكي أقرب له، نايس. بنجيب لنا خط جديد من هني لين العاصمة، وبنرجع أي حد ثاني بيروح يروح مكان ثاني غير العاصمة. وأبى خط مترو قطعي ولا بالعكس كيف يسمونه؟ ساعدوني لحظة، اللي هو بيكون في نص الدرب هذا. خلاص انا عيست من كثر ما اسوي دروب مترو، ترى نحطي لا 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 الخط جديد الصناعية لين هني ويرجع لهذا الدرب. خلاص الحين هذا يشبكنا في الاماكن الاساسية كلها ما عدا مكان واحد اللي هو لازم يكون مشبوك المطار. زين يصير المطار ويرجع، شوفوا او ياخذ اللفة عودة، حلو حد يستفيد من الشارع على الاقل. انزين نحن هذيل نباهم بعد خط جديد للمطار ويرجع هني. كم خط هني؟ صار خط واحد بعده بس، اوكي لان هالمترو راح يكون منه فايده فعليا. انزين الحين المترو ما بخليه بالطريقه هاي، لحظه خلينا نسوي له اماكن حلوه. يعني المدينه هاي مدينتنا الاساسيه راح يكون فيها سياحه، راح يكون فيها دنيا، راح يكون فيها خليكم فيها روح، خليكم فيها حياة، خليكم فيها ناس. لحظة هلا شوف هذا يتوصل بالشارع هذا، هي بس كيف بيخطفون الصوب الثاني وهذا هاي واي؟ ما يستوي صح؟ يستوي احطي لحظة. ما المشاة مالي وينه؟ انا ما نزلت مود المشاة، اذكر اني كنت منزل من لحظة. ايوه هذا هو يستوي حتى هني، ما يستوي هاي واي. فشكلي بغير الهاي واي هذا، او خلنا نغير خط المشاة. لحظة خلنا هني خط المشاة زين، ونسوي لنا خط مشاة من داخل الحديقة يمر بعمود. مشكلة إذا مر داخل الحديقة مشكلة، كم الارتفاع اللي راح يسمح لي؟ لحظة خل أسوي ستة، ما راح يسمح لي سبعة، يسمح لي سبعة؟ والله سبعة زين ترى وايد زين. حطه هني نبغى، وخط بعد الباركن تقريبا بيكون هني. أوكي نايس نايس، شوفوا مسوي خط ارضي هني، خط الارضي مسدود بهذا ترى. لحظة خلي اسوي لكم خط هني وننزل لين الارض للباركن. والله ضبط، والله اسمحوا لي ان مشكلة هذا المكان شوفوا ما اقدر احطه لانه خط خطاب. زين وهذا راح بالضبط اسوي تقريبا نفس الشيء. طبعا في دواعي ثانية اني انا ما قاعد اسوي هذا مثلا. ايوه والله انه حليو طلع، شوفوا خط مشاه. يبالي اغير واحد فيهم حق سيكل. لحظة هذا خلي الليونه مال السيكل، لحظة سيكل هني، اللي عندهم سياكل يجون من هذا الشارع، بس شارعهم شكله مش وايد حلو نفس المشاه. لا نفس الشيء بس المشاه عندهم في الوسط شو اللي هو القارب. انزين بنحط الحين الشارع الثاني صبر للمشاة اللي هو مال السياكل قلنا هني. اوكي من هني لين وين؟
شارع العام لين هني لين وين؟ خلنا نسوي ما يستوي يطبق هذا عليها. زين، والخط الثاني للمشاة العاديين راح يكون قلنا هني لين هني. لحظة، احنا استعملنا خط مشاة ثاني مال الحديقة من ساعة صح؟ دقيقة، اي مال الحديقة، والله حلو مال الحديقة، خله مال الحديقة. هذا اظن يقدرون يمشون فيه، ما عندهم مشاكل. اذا شفت مشاكل بغيره انا، بس للحين هذا للمترو، يعني المترو اللي ينزل من المترو يروح للباص دايركت. المترو بعد مش بالضبط في الوسط، ترى اقدر اشيل اخذ يمين شوي، بس لا خلينا نحط شيء هنا بدل ما ناخذ يمين. خلينا نجيب هني، ناخذ نحط جنب المترو. في حديقة حيد عندي تقريبا نفس، ايوه هذا القياس اللي ادور عليه. شوف الحديقة هاي بالها ممشى ترابي بعد، من نفس ديكور الحديقة. وين ممشى الترابي؟ لحظة، ايوه هذا الممشى الترابي العدل. ايوه شوفوا حول الحديقة اللي هي اصلا ممشى ترابي الحديقة. انزين خلنا نوصل هاي، اقدر اوصل هنا دري يطلع درج؟ حرام مش درج، بس بس الحركة حلوة. صبر، إذا هاي الحالة هذا نوصل هذا في هذا بالطريقة هاي، ولها مال سياكل صح؟ لها مال سياكل بالغياية، هلا بالطريقة هاي مال سياكل. شوف استوى جنب حديقة، هل أحط حديقة ثانية هني؟ ما أظن إن حديقة فكرة حلوة وايد، لأن نحن بنحتاج محطة باصات جنبهم. خلاص استوعبنا القسم هذا، قسم مواصلات. انزين بس قسم مواصلات، يعني مش تعال حط، لا لا لا، قسم مواصلات، قسم مواصلات، شيء مرتب يعني. انزين انا اساس الستايل مال اللي كنت ماشي عليه نزلت مودرن ستايل. شوفوا المودرن ستايل كيف شكله، شو رايكم في المودرن ستايل؟ بس ما اعرف هل هو له نظام اللينات ولا لا. ايه له نظام اللينات، نظام اللينات هذا راح يسوي لنا خدمة. نحن قد لا نستعمل كل اللينات على فكرة، بس اقولكم من الحين يعني لا تقولون ليش ما استعملت اللينات. خليه بيروح بباص هني، ما اعرف ليش بيروح بباص، خليه يتوكل على الله يروح بباص. انزين ونبى باص بعد يجي عن طريق هذا. شوفوا هني شي دوار ترى يجيبهما، يجي هني وينزل لين وين مرة ثانية لين هني. انا نسيت شيء مهم يا جماعة، حرام اني نسيته. لين وصل هالشارع في لحظة نسوي لهم شارع ست. شوف لا ما يستوي الشارع، ما يستوي عشرة يستوي. زين ده بالطريقة هاي. زين خلنا نحط كونكشن قوي، ايوه في هذا الدوار. انزين اساس يكون لهم مسار ثاني. انزين الباص هذا راح يخدم وايد ناس، يعني انتم تشوفوا مواصلات المدينه قاعد ناخذها شوي باسلوب جديد. ترى انا ما اعرف منو اللي يبي للمطار باص. تعال تعال تبتي باص، تعال ما بحطي لك الاوبشن هذا، اذا خاطرك تي في باص خاطرك خاطرك تعال ما عندي مشكله. تعال انت هني، ادري باص ثاني بس مو مشكله، خلينا نعطيهم فرصه. الباص الثالث راح يجيبنا المخازن اللي يداوم، حق اللي يداوم في المخازن. ايوه طبعا تعرفون المناطق كلها، الواحد جديد ما يعرف المناطق لازم ترجع الحلقات، لان احنا عندنا مناطق وايد 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 مناطق عندنا، والحين قاعد اشبكها في كل المناطق. ايوه وين محطه الباص؟ شوفوا هاي اللي ركبناها قبل. ايوه ترجع لوين؟ لين هني. طبعا ناهيكم عن المحطات اللي راح اسويها مهني لنص المدينه نفسها، يعني خلينا نجيب لين هني، نجيب من الكورنيش يطلع يروح هني. اتصور بهذا حاليا يكفينا الكميه هاي من المواصلات. بس الشيء اللي قاعد اشوفه انا اللي هو هذا في مترو. هي مش يتهيألي ترى في مترو، واللي تشوفه انت صحيح، قاعد اشبك محطه باصات في مترو. زين
اللي هي هني، وهالمترو راح اوصله بهالمترو، راح اوصله بالدوامات الأساسية وين صار اللي ما شبكنا فيها المترو، هني هني على هذا المترو. شوف مترو واحد بس كفاية، انا مو بعقد الامور، لانه محطة البساطة راح تخدم كمحطة بساطة بعدها. لكن بشكل عام هذا المترو خارجي حق الرحلات الخارجية، هذا المترو حق الرحلات الداخلية، لان بنحط كذا مترو داخل. ابو تشوف اشكال المترو اللي عندي بتستانسون. بس بما ان السلسلة شغالة وهاي سيف ما راح اقدر احط كل المترو، فهذا اثنين بس اللي رضوا انهم يدخلون في المود للاسف يعني. انزين الحين ما عدا ذلك شنو بقى؟ احنا كمكان نفس هذا فيه مواصلات، في شيء ثاني مهم مش نسيناه، دوره الحين اللي هو التكاسي. نبه باركن تكاسي مكان، لا هني، لا هني، لا راح احط هني خدمات وهناك خدمات. ما اعرف هل الشرطه وهي راح يوصلون للكل ولا ما راح يوصلون. هاي محطه التكاسي، لحظه زين بنحط التاكسي. عندنا تكاسي نحن اوريدي بوسط المدينه، شوفوا هني هذا ماكن الاربع الفاضيه، واحد اثنين ثلاث، هني ما في عندنا مكان بيكسر المشاه. عندنا مكانين حق تكاسي، طاقه شمسيه عليها هاي، لا دوج. انزين مشبوكات في المشاه، يعني اللي يمشي يجي بعد عنده يقدر مجال يقعد يريح يتريا تاكسي، اللي ما يبغى اللي عنده باركن. بس خلني اشوف اذا في حد هني مسموح الباركن، بنمنعه على طول. زين كم حدود السرعة هني؟ بس 40 بس، هم وايد عليهم، يطلعون سيد على الشارع العام بس هم. اوه باصات سياحية بنحطي منهم وايد ترى، بنحطي منهم ترى، شوفونهم وايد بنحطي منهم، عشان بنهز بسيب اماكن سياحية. زين بنحطي هني، لحظة خلينا نشوف انه مركز شرطة كيوت. هذا سجن بس، اشو سجن، سوري بركسات. هذا مركز شرطة، حطي عنده باركنات، وقفها الصوب. بس هذا ميليتري يا أخي، ما أبغى ميليتري، المشكلة ما أبغى شيء يجي يخصه في الجيش. شكلي بحطي هذا الشرطة آخر شيء الوسط، لأنه يستوي عنده باركنات. وبنحطي العياد اللي هي الحين السونا وهذا وربعه، بتشوفونه في هالمدينة ترى، مو بتشوفونه في هاي المدينة. بنحطي الإسعاف هني والمطافي إن شاء الله يركب، ويركب يا رباه. زين الحين عندنا مشكلة ما يوصل لحظة ها شو اللي حطيته عيل. زين أوكي مشكلته أظني ما يوصل للصوب الثاني، يوصل بشكل ضعيف، العيادة بشكل ضعيف، الشرطة بشكل ضعيف. بس عادي لانهم راح يتبعون المدينه في كل الاحوال، الخدمات ما كان المقصود فيها انها تخدم باكثر من القطار اصلا، بس زين انها يوصل لبرا على القطار، ما عندنا مشكله. لان بنبدا منطقه بيوت فيها مكسه حدائق، يعني هالمكان ما راح يتم بالطريقه هاي، راح نسوي خدمات صغيره بدل ما اسوي حديقه ضخمه، نسوي حدائق صغيره مميزه على طول الدرب. يعني انت شوف المكان كيف قام يستوي مزحوم، 61 نفر رايح راد. خاطع هذا حلو الصراحة، خاطع هذا بعد جميل، يعني حللنا مشكلة وايد، فجزء من تصميم المدينة زين الصراحة. انزين عندنا شغلات مواصلات ثانية، طبعا انا مش وايد مولع فيها يعني، ولا مش وايد بس اسوي لها سالفة كنت، بس الحين شكلي ببدأ اسوي ابجريد حقهم اللي هالشوارع الرئيسية، بدل ما يكونون زرع ابغى اسوي اربع شوارع وباصات، لان ياس يزيد عدد الباصات عندنا. نحن بعد هذا ترام، يعني بعد ترام ترى حل ثاني، الحين ما سوينا ترام، الحين ممكن نسوي هني ترام، ممكن نسوي باصات، بس باصات ممكن اسوي لها شوارع معينة اللي بتوقف فيها. يعني الشوارع الاساسية ممكن اسويها ترام، لان الترام لازم مدينة على مستوى مدينة على اساس يبين جماليته. شوفوا الترام هذا وشوفوا حوله. انزين هذا الست شوارع بو ترام، ولا هي الست شوارع بو ترام فيه. انزين هذا اذا ما اذكر مود، هذا هي مود هذا، لان الاصل يكون صغير اصلا ما يكون كبير. وعندنا هني
اللي هو هذا فيه ترام وتعقيد ودنيا وسياكل، بس انا ما ابغى ترام بالطريق هاي، احس ترام بالطريق هاي مش حلوه. شيء مونوريل بس ما راح اظني استعمله حق هالمدينه، ولا اذا استعملته بيكون يمكن جهه البحر، لان ابغى اخدم الزحمه في الترام في الوسط وباصات في التقاطعات مالها شوارع صغيره، وابى الترام يكون شوي اسلوبه غير. خلي هذا الشارع ترام، عسى بعرف انه في المستقبل راح احط ترام زين، وبنحطي على هالمدينة بالذات، هالمدينة المداخل اللي هني شوفوا هاي 6 شوارع صح، معناه بنحطي هذا، بنحطي اللي هو ضرائب الدخول، ما في المدينة دخولها بضريبة ما تدخلها ببلاش، مدينة سياحية الدنيا كذا شاحنة خربطان ما يمشي عندي، ادفع فلوس كل شوارع دخولها بفلوس بدخول. تخلوها الحين بيقول ما عندي كهرباء، بيقولها سوالف، لان بس من نبدا نسوي المدينه بنبدا نراويكم شو الحلول اللي وياها، لان بيكون في بيحاولون يشردون ويجون من شوارع. يا حبيبي عليك تعال، انا بيحاولون يجون من شوارع ثانيه هالسوا. خلنا اراويكم اياها الحين مثلا لو انا جبت هذا ترام صح، هذا اشبكه وين؟ هني اوكي، وهذا ينشبك وين؟ هني. الحين الناس بتحاول تي هذا المكان على اساس انها تنصب علينا وتدخل المدينه من زين وما يدفعون، لكن هذا الكلام ما راح يستوي، لان في المستقبل من يستوي اصلا عندنا من تدخل المدينه ترام كله، حول المدينه كامل ترام. المشكله الوحيده اللي يمكن راح نواجهها نحن خاصه اذا حطينا الترام هني حجم الباصات، شوفوا هاي مصيبة أساسية يمكن قد تواجهنا، لكن كيف حلها؟ موضوع ثاني. هل ممكن حلها؟ موضوع أكبر. وهل الطابور راح يستمر؟ موضوع أكبر. فمش عارف، أفكر أخلي لهم شارع هني باصات عشان ما يسوون زحمة حق السيارات. تعرفون كيف؟ أيوة، اللي راح يستوي هني راح يكون 6 شوارع بباص زين، والترام راح يجي من بعد الباصات على اساس ان اذا استوت عندنا زحمة ناس هني على الترام يكون ما يخصه في الموضوع هالخربطان كله، عرفتوا؟ وهني بهني هذا حطيه هني على اساس الباصات تسوي زحمة اقل قدر الامكان، على الاقل الحين شيء شارع حق منو؟ حق الباصات. بس يا حبيبي من وين الباصات مزدحمة هني؟ من وين؟ ايوه، موضوع خطير الصراحة، موضوع خطير خطير هذا. والناس على شو قاعد تي الحين اصلا؟ انا شو عندي هني على الناس تي؟ اوكي ما عندنا مشكلة، بس وايد ناس باسنجر سيرفيس لاست ويك، هذا لازم يكون برا على المدينة اصلا بكل الاحوال، لازم باصات يجون من هالطريق، بس ليش يجون من هذا الطريق اصلا؟ لانه ببلاش. لحظة، فانا اراويكم فيه، ادبهم حقكم، انا اادبهم لكم. انا هني اليوم بادبهم، صبر، انا اراويكم فيه. انا اعرف شو يسوون، حرامية. انا اراويكم في هاي اللي بسوي فيهم. زين نسوي بالطريقة هاي، نسوي شارعين ما عندي مشكلة، تبون تون بالاسلوب هذا انا اجيكم بالاسلوب هذا. لحظة خلنا نسوي 4 شوارع هذا، تبون تون بهالاسلوب حاضرين حاضرين جاهزين نحن حق هالسوالف. ايوه النصابون زي الصبر، سويت هذا بس ما عدلت منو النفق، صبر اندر جراوند الله يركب عليه. اوكي راح اواجه مشكلة صغيرة، فشو بسوي؟ بن
نحول الموضوع من اندر جراوند الى جسر ان شاء الله يضبط. هذا قولوا امين. بس 9. ايوه شوي تعبان بس احسن من ينصبون علي سرقوني حراميه. خلينا نحط لهم ماي هني. خلينا نحط حق هاي الكهرباء باركن اول الشارع حق اللي ناسي بطاقه ناسي شيء. زين يكون عندهم باركنات لا سمح الله يبون شيء. مصابين علي اراويكم سرقوني انا مين انتم ما عرفتوني. زين هني الباصات الحين شوي ابى يخف ضغطها. انا حاط لنا مكان صعب اصلا اللي دخل فلوس ابى الباصات تي هني برفع تكلفه الدخول الباص والسياره غاليه لان هذا اختصار اغلى شيء. 4 دخول الباص اذا ياخذ الباص من بعيد احسن انا اشوفه بالطريقه هاي. انزين وابى هذا اهدمه لان هالباصات من كل المدنيون لكن اذا بيدخلوا لي فلوس والله ما بقول لهم لا خلهم حياهم الله. والله ما يفرق في الجسر ما يفرق هذا يفرق. اوكي لحظة انا نسيت. زين اهم شيء انا اهم شيء نسيته اهم شيء ناسن لحظة حفلة كل حق هذا. حفلة كل حق هذا شوي. اوكي زين هذا اعتبارا منه هنا من هنا. زين نسوي له 9. يا ها شارع عود لازم 10. اي زين هني ونرفع السعر هذا فوق. شوفوا اذا يوم راح الشارع كفو عليهم. شوفوا كيف قام يحولون. شوفوا النصابين حراميه. الحين تروحون هني ها روحوا الارخص سوي لي زحمه بس هني ولا هني كفو عليه والله دافع لي فلوس وايد والله. هم الزحمه ما توقف هني بس شوفوا هاي الباصات قاعد تي. نحن للحين ترى ما سوينا شيء ترانا. شوفوا 180 هني 52 هني في ناس قاعد يتي ونحن للحين ما بدينا فعليا ما بدينا في رص المكان يعني الا هذا حق البحر سوري. زين للحين ما سوينا شيء يعني بعدنا في البدايه. زين ابى المكان هذا يكون فيه حدائق. جي تعرفون حدائق 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 وحديقه هني وحديقه هني يستوي وسطها ممشى. الممشى ترابي الممشى لين هني وبممشى ألف. اوكي وبممشى من هني لين هني طبعا بيمشون هني عادي. ممشى من هني لين خلف اخبار الى هذا الممشى. شوفوا امشي على الشارع هناك ما يحتاج فني ما يحتاج. بس اخر جزئيه ابى اسويها شو اخر جزئيه خليها على اساس الشكل والديزاين. شوفوا يستعملونه والله يستعملونه دام شوفوا دام انه الناس تستعمل هالشيء هذا يستاهلون نسوي لهم ابجريد بعد. لحظه خلينا نسوي لهم كل شيء حلو. انا عايبني هالممشى هذا ممشى المدينة الخارجية. الممشى الداخلي راح اسوي شيء ثاني. شوفوا استنسو شورت مو مشكلة خلنا نسوي هذا
بالطريقه هاي. هذا بس بدي اسوي واحد هني بيبين العيب، ولا الاربعه من اللي الفاضيات. شوفوا هاي حديقه، هاي حديقه حق جلسه الناس، الناس تروح ترجع. من السياكل بعد ممكن اسوي لهم مكان لهم بروحهم، يعني هالحديقه كاني اقول حق اللي عندهم سياكل تعالوا تقريبا. بس الهدف الاساسي مش زوار، في سياح يو هنيا، سياح يو سياح يو، بس نبغى منطقه حيه شوي. انزين نبغى برج ولا اثنين سكنيات. اوكي نزلت انا ابراج ان شاء الله يكونوا شغاله شغالين، يعني اللي هو زد تور، شو كان اسميهم والله تصدقون شبه نسيت. كان في كم برج سكني مش تجاري، تور ريزيدنتال اظني هاي اللي كانوا. ابى احط كم من مكان سكني. بيوت هاي لو تركب تكون حلوين، يعني اذا هايل ابى احط كم من بيت ولا كم من شيء هني، ولا مثلا هالبلل هاي. تشوف لحظه بتشيل ناس اول شيء، بتنبني بتشيل ناس، اذا بنت شلت ناس بس يصير فريج صغيرون هني حسب شو صار. خلينا نشوف ايش قالهم، بسوي فريج حديث منهم لان الديزاين هذا وايد حلو حلو، ونحن محتاجين ناس هني اصلا بشكل عام. هي وايد حلو، وايد حلو البلة، بس بيسكن احد؟ هذا السؤال، لان اذا ما سكن احد مو منه فايدة صح؟ اوكي كل شيء عندهم، كل شيء فنان هاوس هولد. اوكي في حد سكنها، في حد سكنها، فخلنا نسوي لنا فريج هني. زين لان مدات وايد اوقات ما يعني ما تشتغل عدل، عرفتوا؟ فلازم اسوي لهم دبل تشيك. خلنا نسوي لهم ممشى سياكل، الشارع بالسياكل اللي فيه سياكل قاطع، اذا سويته هني خفت الزحمه. ردي اوكيباي ليش هذا التبنوب، مو مشكله عادي خله شوي بدون باور. زين بسوي لهم شارع اللي هو هذا الطريقه هاي، وبنسوي لهم شارع ان البيوت صغار. اتمنى انه يركب في المكان اللي تو سويته. هي يركب، شوفوا بيوت هني. انزين وسوي للبيوت هني هذا بس يشيل نفر واحد البيت ترى. زين اوكي هذا ما يستوي بيت هني، ولا 2 باي 2 هذا كم 1 باي 1 2 باي 2 نبغى نحطهن شوي في الوسط جنبهن تنتين باي 1 باي 1 بنحط لهم فيلا. ما في 4 باي 4 ولا 4 باي 3 ايوه فيلا هني على طرف الشارع. انزين وبنجيب لهم في الوسط باركينج اللي هو يعتبر كأنه حديقة ترى في المجال هذا. اوكي راح يشفر علي المود، ما راح يرضى اني اسويه بالطريقة هاي لان المود شنوعا ما فاشل. انزين هاي السالفة، ترى لازم تجربون كل موداتكم قبل بوقت، يعني لان مرات هذا مثلا هذا الحين مثلا هذا بيت حلو اوكي انا بحط بيوت، هل راح يبني؟ هني الموضوع كله، هل هو راح يبني ولا لا؟ لان مش كلهم راح يبنون ويسكنون فيهم ناس، مش كل المودات راح تشتغل عدل. فمرات يكون مود شغال يي ابديت على اللعبه المود يرد يبند، فانا ارد اتلعوز كانسان كانسان كلاعب. فانتبهوا من المود اللي تنزلونه، مرات انا انزل مود انا اعرف المود اقول شغال والله حلو هالبيت والله حلو، خلوه يشتغل بيت واحد فيهم. هالطريقة انا راح انجبر اسوي زون العادي، انا اسف جدا، لين احصل لي مود شغال اتصور. زين بنحط لنا دكاكين هني شوي مش وايد. الحلو ان المنطقة تشوفوا المربعات متوزعة ما بين كبير وصغير، يعني هذا ما بنحط فيه بيوت، ها بنحط فيه
عماير هني صغار طلع اوكي، عماير صغار هني تطلع. بريجن بشكل عام حلو ترى، يعني مش شوفوا على طول استوى ما مشى هني، لا سوي ممر سياكل وبأحسن سيكل يوم من فريج. من لازم يكون في فريج هني حد ساكن، معقولة ما حد ساكن في المكان؟ يعني حرام. زين خلنا نسوي لهم كلاستر هني، حطي لهم زون. اوكي زين بسوي لهم زون، خله هو يسميهم انتم ما تيكم مشكله. انا اذكر معظم المتابعين اللي كانوا يتابعون السلسله اللي قبلها دوله المتابعين كانت هيك، كل حد تقريبا حصل باسمه منطقه. فالحين احنا شنو نبغى نسوي؟ اللي نبغى نسويه نيب الزونز، نروح على الكوميرشال سبيشاليزيشن، نقدر نحط ايش كوميرشال بيوت وين صار هذا ريزيدنتال سيلف سفيشنت. ايوه هذا سيلف سفيشنت اللي هي اكتفاء ذاتي، كلهم راح يبدلون بيوتهم فيها طاقه شمسيه وهالسوالف، فراح يكون مكانهم حلو جنب هذيل. بصراحه يعني احس مكانهم بيكون جميل. بعدين نوعا ما ترى طاقة المدينة مالنا نظيفة، لأن نحن نعتمد على النووي مش على الحرق، والنووي نوع من أنواع الحرق أنا فاهم، بس يفرق وايد. ضايقتكم أشرب ماي وايد شكلي. إنزين الحين راح يبدلون بيوتهم شوية، خلنا نشوف البيوت. شوفوا البيت شكله تغير غير عن باقي البيوت، مفروض مفروض تشوف مال طاقة شمسية. بيردون يبنون لعبة، هذا البيت الجديد ها قاعد يبني، المفروض يكون في سولار بانلز. ما تشوف سولار بانلز وينه؟ وين السولار بانل هذا؟ مفروض انه اكتفاء ذاتي، بس ما اشوف حاطين مال طاقة شمسية ولا شيء. شوفوا حتى سول الاعلام ماله طاقة شمسية، ما عندنا شيء نحن سولار. ايوه عندنا سولار بانل، نقدر نحطي لهم حتى مولد طاقة سولار، كان شيء عندي قبل بس ما قمت انزل، ما نزلته من فترة يعني. حتى نقدر ندلعهم باركنات كهرباء مالنا. اوه ركب مكان فنان، لحن ما بنى بيت، اح كسرت بيت. زين نقدر نحطي لهم باركن هني، شوفوا طاقة شمسية يناسب ثيم المكان، لأن هاي الناس عايشين على طاقة طاقة الاكتفاء الذاتي، ولا عايشين بشكل نظيف على الأغلب. فشوفوا عمايرهم غير، شوفوا أيوة العماير شوفوا عليها مال طاقة شمسية وايد حلو، بس هالعمار الوسط ما عليها ليش؟ ويمكن الحين بيحطي. إنزين سعر المنطقة أظن بيكون حلو ترى، لو إن فيها إزعاج. المنطقة مزعجة نوعا ما، بس نوعا ما منطقتهم نظيفة يعني، بس ازعاج من هذا. ممكن نحوله بعيد شوي اقرب، ما ادري بشوف. سعر الارض هذه شوفوا، هذا اعلى سعر ارض ممكن نوصله في اللعبة ترى. شوفوا لان عندهم حديقة، عندهم كذا حدائق ممشى لين هناك، والبيوت هاي سيدة ناس وايد اظن يسكنوا فيها وكلهم مستانسين. بس اللي ما عندهم هني التعليم شوي ضعيف، التعليم ممكن يكون شبه زيرو اصلا، بس عندهم شغلات حلوه يعني. شوفوا ناس قاعد تمشي يعني، قاعد يروحون ل هاي شغله شنطه سفر نشوفها. تعي شو اسمك هذا؟ شوفوا قال شنطتها وساري والكعب ماكر تمشي، كل هذا بكعب صحي هاي. زين يمشون فوق القطار، شوفوا القطار يينا، شوفوا الزحمه اللي هني محلاها. اي صح نسيت انا هذا، والله انا ناسي الدنيا والله. لا جاي بالعيد لحظة، هذا الشارع كان اوكي، هذا الشارع هني ممكن نسوي شيء بعد، بس حاليا احس ما يحتاج. فخلنا نسوي طاقة نستمدها من المدينة الاساسية من اندر جراوند. عنده ماي؟ عنده ماي. منطقة عودة ترى انتم تحسونها شوي، بس نحن قاعد نحط فيها شغلات حلوة يعني. هاي منطقة مواصلات شوي جميلة لذيذة، ودك تحطيها في صمونة وتاكلها. زين الحين اللي نبغى عندنا في شغلات فاضية حق
سوالف نفس هاي ما خليهم فاضيات يعني، ممكن نحط هاي. هاي شو هوت اير بالونز تور؟ هذا فاتين باستي بوت اللي مال المناظر الحلوه، وعندنا خدمه بريد نبه زين، اللي هي البريد بيكون عند المواصلات يوصل عن طريق اختار بريد، وهذا خدمة اللي هو ترتيب البريد، لكن الحين ما بنحطيه، بس عندنا مكتب بريد هني عند المواصلات. اي حد يبقى من المواصلات شي هني خلاص، ما يروح لمكان ثاني ويتفلسف ويسوي، لا خلاص يجي هني. عندنا مش اختارات هاي ما نبغاها، مترو الحين ما نبغى شي ما نبغى. لا والله زين المكان وايد زين، هذا ممكن نحطيه في نص المدينة ترى، بس ستيشن شوفوا في لينات وش اسمه، حتى الخط ما عليكم منه، بنضبط الامور لان بنحط شوي ترام شوي شغلات، نبغى نضبط المكان كوضع توزيع موارد نسوي. شوف وايد يدفعون فلوس وايد ترى عشان يخطفون من هني، هم يجون الزحمه دفيعه هاي زين. وعندنا هني في الهاي واي اوريدي مشبكين في هذا الطرف من الهاي واي، نحن لهاي المدينه الى هذا الهاي واي مشبكين تقريبا في كل مكان في الدنيا تعرفون، وردي عندنا هذا هاي هاي واي اساسي استوى خلاص دام انه الموضوع فيه مطار. شوفوا الزحمه اللي هني، خربت زحمه. ليش زحمه هني؟ ليش زحمه؟ وين يروحون هاي الكلام سؤال؟ وين يروحون؟ الزحمه كلها على من المعسكر يروحوا اوكي نشوف اللي صرفه هذا في المستقبل. المهم نحن خلصنا مواصلات المدينة، نشوف الحلقة الجاية ممكن نسوي البيوت والبحر الشاليهات، يمكن نسوي احاول اني احصل دائما مودات شغالة مودات اوكي مع الابديت، لكن الوضع شوي مكركب يعني انتو تعرفون مش كل المودات، بعض المودات تطلع الروح ترى، فعلا في مودات نوعا ما تطلع الروح تحسونها. خلينا نحطي هذا هني ما يشكونه، مقبرة نحطيها مكان ويبقى نحطيها مكان هذا تصدقون. صبر ايش في مكانه؟ اوكي دقيقة والله بيكون مكان حلو. هي والله مكان حلو، شوفوا مكان زين والله مكان زين زين. فاشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير، اتمنى تكون الحلقة عيبتكم واتمنى تستانسون ان شاء الله المدينة هذه. المدينة لو مشروعها هتطول بتسمحون لي على ان اطول المشروع. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.